بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم مره تانية. النهارده هنتكلم عن اول يونت معانا بعنوان جيتنج اوي. الجرامر بتاعنا هو مقارنه شامله بين الماضي البسيط والماضي المستمر. الفيديو هيتقسم لثلاث اجزاء، الجزء الاول هنتكلم فيه عن الماضي البسيط، الجزء الثاني عن الماضي المستمر، والجزء الثالث هنربط الاثنين مع بعض بالاضافه لشويه ملاحظات مهمه. الامثله اللي هتتقال خلال الشرح هتبقى كلها من كتاب جيم والمعاصر، عشان لو بتذاكر من اي واحد فيهم تفتكر الشرح بمجرد ما تقرا الامثله فيه. يلا بينا نبدا في اول جزء، الماضي البسيط. محتاجين نعرف عنه 6 حاجات اساسيه: التكوين، النفي، الاستفهام، المبني للمجهول، الاستخدام، الكلمات الداله. اول حاجه التكوين. التكوين بتاعه اسهل ما يكون، بتجيب الفاعل زائد التصريف الثاني للفعل. طب يعني ايه التصريف الثاني؟ الفعل بتاعك بيبقى ليه 3 تصريفات او 2، يا 2 يا 3، زي مثلا فعل سي بمعنى يرى، ليه شكلين كمان غير الكلمه دي، ليه شكل اللي هو سو او سين، كده ليه 3 اشكال، سي سو سين، 3 تصريفات. فاحنا مع الماضي البسيط بنستخدم التصريف الثاني اللي هو ده سو، زي سو a show last night، رأوا عرض الليلة الماضية. أحمد visited his friends yesterday، زار أحمد أصدقائه بالأمس. They attended the party، حضروا الحفلة. لو بصيت على الـ3 جمل دول هتلاقي التكوين بتاعنا مظبوط، فاعل زائد التصريف التاني. تقدر تذاكر التكوين بطريقتين، الأولى إنك تحفظه زي ما هو كده، الطريقة التانية إنك تستنتجه بنفسك عن طريق حاجة بسيطة قوي. والطريقة التانية دي لو فهمتها هتقدر تستنتج تكوين أي زمن، وهوريكم دلوقتي إزاي. الزمن بتاعنا اسمه ماضي بسيط. هنمسك كلمة كلمة، ماضي معناها أول فعل في الجملة هيبقى في التصريف الثاني. أي زمن اسمه ماضي هتلاقي إن أول فعل فيه في التصريف الثاني. ماضي بسيط، ماضي مستمر، ماضي تام، ماضي تام مستمر، كلهم كده. كلمة بسيط اعتبرها مش موجودة، مش هتضيف لي أي حاجة. فكده تكوين الزمن بتاعنا خلص. هنطبق نفس الطريقة على الماضي المستمر في الجزء الثاني من الفيديو. لو حاسس إنك اتلخبطت فانساها واحفظ التكوين زي ما هو. تاني حاجة النفي. خلينا نتفق على حاجة صغيرة كده في الأول، أي جملة فيها verb to be وعايز انفيها بحط نوت للفعل المساعد وخلاص. لو ما لقيتش فيرب تو بي في الجمله بجيب فعل مساعد من عندي وبعدين احط له نوت. الماضي البسيط ما فيهوش فيرب تو بي، عشان كده بنفيه بالشكل ده، بجيب التصريف الثاني بحوله لديدنت زائد الانفينيتيف زائد المصدر. ننفي 3 امثله اللي قلناهم من شويه. احمد فيزيتد هيز فريندز يسترداي، هدور على التصريف الثاني اللي هو كلمه فيزيتد احولها لديدنت زائد المصدر فتبقى didn't visit. احمد didn't visit his friends yesterday. الجملة الثانية they saw a show last night، التصريف الثاني كلمة saw احولها didn't زائد الانفينيتيف فهتبقى didn't say، they didn't say a show last night. اخر جملة they attended the party، التصريف الثاني كلمة attended احولها didn't زائد الانفينيتيف فهتبقى didn't attend، they didn't attend the party. يبقى في النفي باخد التصريف الثاني احوله didn't زائد المصدر. طيب جملة زي دي he was at school، لما فيها ما ينفعش اقول he didn't is at school لان الجمله فيها verb to be، ولما باجي انفي اي جمله فيها verb to be بحط نوت بعد verb to be فهتبقى he wasn't at school مش he didn't is at school. خلي بالكم من الجمله دي. ثالث حاجه السؤال بهل، عشان اعمل سؤال محتاج فعل مساعد، والماضي البسيط تكوين ما فيهوش فعل مساعد. عشان انفي جبت كلمه didn't، في السؤال بقى هجيب did، ممكن انفيها وتبقى didn't بس الاصل انها did، ولما عاوز انفيها بحط لها نوت فبتبقى didn't. شكل السؤال بيبقى كده did زائد الفعل زائد المصدر، زي they watched the movie at home، دي جملة عادية، شاهدوا المباراة أو شاهدوا الفيلم في المنزل. عايز أحول الجملة دي لسؤال did they watch the movie at home، وخلي بالك مدام في did أو didn't يبقى الفعل اللي بعديه هيجي في المصدر. مثال كمان did عمر do his homework، هل قام عمر بواجبه المنزلي، did زائد الفعل زائد المصدر. لو عايز أسأل بأدلة استفهام زي what أو where بحط أداة الاستفهام قبل did وأكمل باقي الجملة عادي، زي when did عمر do his homework، what did they buy yesterday، ماذا اشتروا بالأمس. رابع حاجة المبني للمجهول. يعني إيه مبني للمجهول؟ يعني جملة بتبدأ بالمفعول مش بالفعل. مثال the police arrested the criminal، الجملة دي بدأ بالفعل، الشرطة اعتقلت المجرم، الشرطة هي الفاعل عشان هي اللي اعتقلت المجرم، هي اللي عملت الفعل، والمجرم هو المفعول لأن الفعل اتعمل فيه اعتقل. لو عايز ابدا الجمله دي بكلمه مجرم او the criminal، الجمله هتبقى كده the criminal was arrested. اللي حصل هنا ان التكوين بتاعي بيتغير شويه، فبجيب was او were زائد التصريف الثالث. المبني للمجهول معناه verb to be زائد التصريف الثالث، ف verb to be اللي ينفع مع الماضي البسيط هو was و were. مثال كمان they watched a film yesterday، شاهدوا فيلم بالامس، هبدا بأ film، الفيلم هو المفعول هو اللي اتشاف، فتبقى a film was watched yesterday. ممكن اقول باي them او ممكن ما اقولش، يعني ممكن اذكر الفعل وممكن اسيبه مجهول، فاقول a film was watched yesterday او a film was watched yesterday by them. خامس حاجه معانا هي الاستخدام. اول استخدام معانا هي افعال اكتملت وانتهت في الماضي، حاجه كنت بعملها وخلصتها في الماضي.
مثال the ancient Egyptians built the pyramids. المصريين القدماء بنوا الأهرامات. دي حاجة في الماضي وخلصت. My uncle moved to Kenya to study lions. خالي أو عمي انتقل لكينيا عشان يدرس الأسود. يبقى أول استخدام معانا هو الأفعال أو الأحداث اللي انتهت في الماضي. الحاجة التانية الأحداث المتكررة في الماضي، العادات بتاعتي في الماضي. When he was on holiday, he went to the beach every day. لما كان في عطلة كان بيروح على الشاطئ كل يوم. حدث كان بيتكرر في الماضي. الحاجة التالتة أو الاستخدام التالت لما أجي أتكلم عن قصة، لما أجي أحكي قصة. القصة عبارة عن أحداث، أحداث القصة دي بسردها بالماضي البسيط. زي الجملة دي مثلا أو زي المثال ده. It all happened very quickly. كل حاجة حصلت بسرعة. The car came straight out of the side road. العربية طلعت مباشرة من الطريق الجانبي. And the van went into the back of it. والشاحنة خبطت في ظهرها. The van driver didn't have a chance. سائق الشاحنة ما كانش عنده فرصة. It was the car driver's fault. كانت غلطة سائق السيارة. ده مثال على استخدام الماضي البسيط في سرد قصة. ممكن كمان استخدم الماضي البسيط بعد كلمة wish لو انا بتمنى حاجة في الحاضر. اقول مثلا I wish I had a car. I wish I had a car. انا هنا استخدمت الماضي البسيط في كلمة had. الفعل الاساسي بتاعها او الفعل المصدر بتاعها كلمة have. اخترت انا الماضي او التصريف التاني اللي هو had. استخدمت هنا الماضي البسيط عشان اعبر عن امنية في الحاضر. انا اتمنى لو عندي عربية دلوقتي. في شوية كلمات وتعبيرات لما بتوجد في الجملة بنعرف انها جملة ماضي بسيط. زي الكلمات دي. اول حاجة yesterday معناها بالامس. last معناها الماضي. ago معناها منذ. once معناها ذات مرة. once upon a time معناها ذات مرة قبل كده. the other day معناها مؤخرا. in the past معناها في الماضي. in ancient times قديما او في العصور القديمة. واضح اوي انها ماضي بسيط. previously معناها فيما سبق او سابقا. in وبعدين اي زمن قديم او اي سنة قديمة. in 2011 in 2012 in وبعدين سنة قديمة. وفي one day معناها ذات يوم. وعندنا كمان ذات وبعد ذات ممكن تقول day او week او month او year معناها ذاك اليوم او ذاك الاسبوع او ذاك الشهر او تلك السنة. حاجات في الماضي يعني ذات day ذات week ذات month ذات year. فاضل شوية ملاحظات بسيطة ممكن خلصنا الماضي البسيط. الفرق بين used to زاد المصدر و is used to زاد الفعل زاد ال ing و is used to زاد المصدر. اول حاجة used to زاد المصدر معناها اعتاد على شيء في الماضي، كان متعود زمان يعمل حاجة او عادة وما بقاش بيعملها دلوقتي. he used to smoke a lot but now he doesn't. كان متعود يدخن كتير بس دلوقتي ما بيدخنش، عادة كان متعود عليها في الماضي وانتهت. بعد كده is used to زاد ال ing معناها معتاد على، متعود يعمل حاجة دلوقتي في الحاضر مش عادة قديمة وخلصت، لأ عادة لسه بتحصل دلوقتي. a man is used to cleaning his room every Friday. إيمان متعودة تنظف أوضتها كل جمعة، دي عادة فيها ولسه مستمرة فيها لحد دلوقتي. الفكرة هنا واللي بيلخبط هنا إن المفروض إن تو دايما بيجي بعدها المصدر، إنما في التعبير ده تو بيجي بعدها الفعل أو أي إن جي. آخر واحدة is used to زائد المصدر، دي معناها يستخدم ليه، وده الأصل في الكلمة اللي هي كلمة use معناها استخدام. مثال عليها a pen is used to write أو a pen is used for writing. القلم يستخدم للكتابة. a pen is used to write أو a pen is used for writing. كده الماضي البسيط خلص. نخش على الماضي المستمر. برضو هنتكلم عن التكوين، النفي، الاستفهام، المبني للمجهول، الاستخدام، الكلمات الدالة. أول حاجة التكوين. هنستنتجه الأول. لو عايز تحفظه بعد كده احفظه. أول كلمة هي كلمة ماضي. وقلنا إن معناها إن أول فعل في الجملة هيبقى في التصريف الثاني. بعد كده كلمة مستمر. دي في أي زمن معناها verb to be زائد ing. verb to be ممكن يكون am أو is أو are. ممكن يكون was where. ممكن يكون كلمة been. على حسب الزمن مضارع ولا ماضي. ماضي يبقى بناخد was او where. فكده عرفت ان انا عندي verb to be اللي هو was او where زاد الفعل by ing. وده التكوين بتاعنا was او where زاد الفعل by ing. مثال عليها he was sleeping at 9 yesterday. كان نايم الساعة 9 امبارح. احمد was reading a story. احمد كان بيقرأ قصة. ده التكوين بتاع الماضي المستمر. النفي هيبقى سهل لان انا عندي verb to be جاهز فاحط له انت وخلاص. كان عندنا he was sleeping هنقول he wasn't sleeping. احمد was reading هنقول احمد wasn't reading. بتحط not بعد was or where وخلاص كده نفيت الجملة. السؤال كمان سهل، هتحط was or where في الأول وخلاص. he was sleeping هتبقى was he sleeping. they were playing هتبقى were they playing. السؤالين دول إجابتهم بقى أو لا yes or no. لو عايز استخدم أداة استفهام هحطها في الأول وخلاص، هتبقى what were they playing. الأول كنت بسأل هما بيلعبوا ولا لا، فكانت إجابتي أو لا بيلعبوا أو ما بيلعبوش. دلوقتي بسأل هما بيلعبوا إيه، فإجابتي هتكون they were playing football. كانوا بيلعبوا كرة مثلا، كرة القدم. بعد كده المبني للمجهول. المبني للمجهول زي ما قلت معناها verb to be زائد التصريف الثالث. لما يكون في استمرار في الجملة يعني فعل بأي ing التركيبة بتزيد عليها كلمة واحدة، فبتبقى verb to be زائد كلمة playing زائد التصريف الثالث. مثال he
He was watching a football match. ده المبني للمعلومة، كان يشاهد مباراة كرة قدم. جملة عادية عايز أحولها لمبني المجهول، هتبقى a football match، بدأت بالمفعول اللي هو a football match. Was being watched. Was being watched. جبت verb to be اللي هو was، بعدين التصريف الثالث اللي هو كلمة watched، وحشرت بينهم كلمة being. كلمة being دي جاية عشان الاستمرار. المباراة كانت تشاهد. أي زمن فيه استمرار لما أجي أعمله مبني المجهول هجيب فيه كلمة being. بعد كده الاستخدام. الاستخدام واضح من اسمه، حدث كان مستمر في الماضي. ممكن يكون الحدث ده كان مستمر في وقت محدد أنا حددت الوقت بتاعه، فأقول مثلا I was playing at the beach last Friday، كنت بلعب على الشاطئ الجمعة اللي فاتت. حددت الفترة الزمنية اللي الحدث ده كان مستمر فيها. ممكن يكون حدث شغال وجات حاجة تانية وقطعته، مثال I was leaning out of the boat when I dropped my camera، كنت بميل من القارب عندما وقعت الكاميرا، كنت بميل من القارب فالكاميرا وقعت. الكاميرا وقعت ده أو الحدث التاني ده قطع الحدث الأولاني. مثال كمان while he was sleeping I knocked hard on the door، لما هو كان نايم خبطت أنا جامد على الباب. أو مش لازم يكون حدث قطع حدث، ممكن يكون الحدثين شغالين مع بعض، زي while I was sleeping لما أنا كنت نايم my father was finishing his work، كان والدي ينهي عمله، أنا كنت نايم ووالدي كان شغال بينهي عمله، الحدثين شغالين مع بعض في نفس الوقت. بعد كده الكلمات الدالة، عندنا while و as و just as و when، وعندنا كمان all the day أو night أو أي مدة زمنية في الماضي ترجمتها طوال هذه المدة. قلنا أمثلة كتير على while، وهنقول مثال كمان while he was playing لما كان بيلعب it rained، الدنيا مطرت. الكلمات دي بتعبر عنه وبتوصف الماضي المستمر، فدايما الجملة اللي جاية بعديها هتبقى ماضي مستمر ما عدا when. آخر ملاحظة في الماضي المستمر وتنطبق على أي زمن فيه استمرار، في أفعال ما ينفعش تستخدمها في الماضي المستمر كفعل أساسي، يعني ما ينفعش تلاقي verb to be وبعديه كلمة من دول وآخرها ing. الكلمات دي متقسمين لأربع أنواع. أول حاجة أفعال الحواس. يعني إيه أفعال الحواس؟ يعني مثلا السي الرؤية أو يرى، هير يسمع السمع، السميل الريحة إنك تشم، التيست التذوق، التاتش اللمس أو الفيل أو الشعور. الكلمات دي اسمها أفعال الحواس ما ينفعش تيجي في استمرار. تاني نوع اسمهم أفعال العاطفة المشاعر، love يحب، like يعجب، hate يكره، dislike prefer يفضل. الكلمات دي برضه ما ينفعش تيجي في استمرار. تالت نوع اسمها أفعال التفكير، understand forget remember know remind، برضه دي كلها كلمات ما تجيش في استمرار. آخر نوع اسمه أفعال التملك، own own possess have belong want، دي كلها أفعال تملك ما ينفعش تيجي في استمرار. يبقى أربع أنواع من الأفعال ما بيجوش في استمرار، أفعال الحواس، أفعال العاطفة، أفعال التفكير، أفعال التملك. كده الماضي البسيط خلص والماضي المستمر خلص. نيجي بقى للربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر. عندنا مجموعه كلمات بنستخدمها في الموضوع ده، عد معايا كده while as just as. لسه قايل من شويه انهم من الكلمات الداله على الماضي المستمر. الكلمات دي ادوات ربط بين جملتين، الجمله اللي بتيجي وراهم دايما بتبقى ماضي مستمر وبعد كده ماضي بسيط، زي الجمله دي while he was playing it rained، لما هو كان بيلعب او اثناء ما هو بيلعب عندما كان يلعب الدنيا مطرت. ممكن كمان الجملتين يبقوا ماضي مستمر، زي الجملة دي while I was studying my sister was watching TV، لما أنا كنت بذاكر أختي كانت بتتفرج على التلفزيون، حدثين شغالين مع بعض في نفس الوقت. فمع as و just as و while بنركز أكتر على الجملة اللي بتيجي بعدهم على طول، لأنها لازم تبقى ماضي مستمر، أما الجملة التانية فممكن تبقى ماضي مستمر أو ماضي بسيط. في كلمة تانية وهي كلمة when، when بيجي بعدها ماضي بسيط أو ماضي مستمر، والناحية التانية بيبقى برضه ماضي بسيط أو ماضي مستمر. باختصار كلمة when بتقبل أي حاجة، أي واحد منهم بيجي معاها عادي ما تقولش لأ. I was studying when my father called me، كنت بذاكر لما والدي رن علي أو دعاني. هنا بعد when جاي ماضي بسيط وقبلها جاي ماضي مستمر. نفس الجملة ممكن أقولها بالطريقة دي when I was studying my father called me، when I was studying my father called me، لما كنت بذاكر أو أثناء ما كنت بذاكر والدي رن علي. نفس الجملة بنفس المعنى، بس مرة حطيت بعد when ماضي بسيط ومرة حطيت بعدها ماضي مستمر. ممكن كمان الجملتين يكون ماضي مستمر أو ماضي بسيط، when ما بيفرقش معها أي حاجة. اخر حاجه السبب والنتيجه، لو عندي جملتين سبب ونتيجه، السبب بيبقى ماضي مستمر والنتيجه بتبقى ماضي بسيط. مثال he couldn't answer the phone because he was taking a shower، ما قدرش يرد على التليفون لانه كان بياخد شاور. السبب جاي بعد كلمه because واستخدمت معاها الماضي المستمر، يبقى عندنا السبب هو الماضي المستمر والنتيجه هي الماضي البسيط. بكده يكون جرامر يونت 1 خلص. الملاحظات اللي فاضله هقولها واحنا بنحل. هسيب لكم اختبار صغير على الجزئيه اللي اتشرحت النهارده عشان تدرب نفسك عليها بعيدا عن الكتب الخارجيه، لينك الاختبار تحت وصف الفيديو، اعمله وشوف درجتك. في نهايه الفيديو حابب افكركم ان كل الفيديوهات موجوده بالترتيب على موقع اتعلم فري، وهتلاقوا اللينك بتاعه تحت وصف الفيديو ده. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل شير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وربنا يوفقكم.